بسم الله الرحمن الرحيم. ممثلا عن دولة رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة، حضرنا اليوم افتتاح مهرجان الربيع في الموصل، مهرجان الذي غاب عن نينوى لمدة 20 أو أكثر من 20 عام. فيما يخص وضع وزارة الدفاع، الخطة الأمنية اللي وضعتها قيادة عمليات نينوى نجحت نجاحا ساحقا والحمد لله، وكل الأمور سارت بسلاسة وكتب النجاح للمهرجان ولله الحمد. كل الشكر والتقدير لمن حضر ولمن ساهم ولمن عمل لإقامة هذا المهرجان الرائع والذي غرست الحب والسعادة في قلوب أهل نينوى.